أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين.
صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.